كلامه هو يسحق رأسك. دي بقى الإشارة الواضحة عن هزيمة الشيطان في الصليب. طب بالله عليكم يا جماعة الخير، بيقول لك دي إشارة على هزيمة الإله في الصليب. الصليب بقى الشيطان اتهزم في الصليب. طب شوفوا عمل ايه في إلهه، طب عمل كده في إلهه. بالله عليكم في انت شايف فين هزيمة الشيطان كده؟ ممكن تقول لي ايه هزيمة الشيطان في البهدلة دي كلها؟ انا عايز اعرف ايه هزيمة الشيطان في الشلفاطة دي. سحق الرب بتاعه وشلفط الرب بتاعه وأذل الرب، فين يعني ايه هزيمة الشيطان في هذا الشكل، انه خلى الرب بتاعه بالشكل ده؟ فين هزيمة الشيطان يعني؟ بالعقل بس، بالعقل، بالعقل. ايه ده يا زكريا، يا زكريا بزرط، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايها القص المخبول، ايه الجنان اللي انت بتقوله ده؟ فين هزيمة الشيطان لما يعملوا في ربك كده، يعني قلعوه دومه بالشكل ده؟ فين، فين هزيمة الشيطان؟ عايز اعرف فين هزيمة الشيطان في اله بقى بالشكل ده؟ فين هزيمة الشيطان؟ فين، فين، فين؟ الله المستعان، الله المستعان.